السلام عليكم خاوتي اخواتي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي. خاوتي في هذا الفيديو جبتكم بالفيديو وبالدليل كيفاش ان تونس الان راهي تنهار. الكثير من الامور حدثت واحتمالية ان تكون هذه مؤامرة ضد تونس كبيرة جدا. في الاول خاوتي راح اشارك معكم فيديو لقناة امريكية تتحدث عن مختلف القضايا السياسية في العالم، كما راكم تشوفوا الان تحدث عن تونس بشكل خاص وراه مكتوب في العنوان تونسيا is brink of collapse on brink of collapse، معناتها على حافة الانهيار. وفي العنوان داير تونسيا is bankrupt and facing collapse، معناتها تونس الان راهي مفلسة وراهي تواجه الانهيار. خاوتي هذا هو موضوعنا لليوم، ولكن الحاجة اللي لفتت نظري في هذا الموضوع ليس هذا الفيديو اللي دايره هذا الشخص الامريكي، وانما فيديو دوك نشارك معاكم للالاف من الافارقة الصادمين على الحدود التونسية. خاوتي امنوني بربي غير هذا الفيديو اتمنى نخلص عليهم حتى دوره. هذه اليامات مش عارف عليه يوتيوب راه يدير لي كاع فيديوهاتي باللون الاصفر، معناتها راني نعلمكم فقط لانه نحب نحط لكم فيديوهات. ما انا خاوتي على الاقل ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب، وايضا شاركوا هذا الفيديو وشاركوه مع اصدقائكم، هذا راح يفيدنا وايضا تولي فيديوهاتنا تصلكم كل يوم. في الاول خاوتي نشارك معاكم الفيديو وراح ندير له عفسه بك، راح نحيل الصوت لانه راه فيه العياط واليوتيوب ثاني كنت نحيل الفيديو ما تخلصنيش عليه. بصح راح نعلق فوقه خاوتي بلا ما تخمو، شوفوا معايا الفيديو. كما راكم تشوفوا معايا خاوتي هنا التونس راهم يجروا مهاربين، عاد نرجعوا لكم شوفوا هنا النساء راهم مهاربين وشوفوا شا صاري هنا خاوتي. الاف الافارقه راهم صادمين على تونس، شوف حتى هما في بلادهم راهم خايفين، الامر خرج عن السيطره تماما. شوفوا معايا العدد خاوتي داخلين فوتيك فوتينغ نساء رجال بيبيات الغبار ناض صرا عندهم العجاج تما خاوتي. شوف 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 الغبارين حينك، امور خرجت عن السيطره تماما في تونس. الان على قلت لكم تونس راهي في حافه الانهيار، لانه هذا ليس المشكل الوحيد. عدد الافارقه اللي دخل لتونس ادى الكثير من المناصب مناصب الشغل الخاصه بالتونسيين، الامر اللي خلى التونسيين غاضبين جدا يطالبون برحيلهم. الامر الاخر هو الانهيار ولا الافلاس اللي راه مصيب تونس، لانه كما على بالكم خاوتي تونس من الدول اللي ما عندهاش الزهر في هذا العالم. في افريقيا الدول كومبلي عندهم حاجة، الجزائر عندها الغاز والبترول، ايضا دولة مجاورة لها ليبيا قدامها سويسرا عندها اكبر مخزون للبترول في العالم. تونس سبحان الله هذاك الزهر اللي ما عندهاش جايل هيه ما عندها والو، ما اعتمدت في مداخلها على السياحة. الامر كان يمشي مليح لكن للأسف تونس ملقاتش حاجة بديلة وقعدت مركزة فقط على السياحة. الان تونس هاي تستورد مواد وتستهلك موارد اكثر من راهي تصدر، والسياحة ما تجيب لها بزاف كما كانت تجيب لانه ناضت الحرب. تونس كانت تستفاد من السياح الروس بالدرجة الاولى وايضا من السياح الجزائريين والاوروبيين، فالعالم يحبوا جمال تونس، وتونس تعطيهم نظرة مليحة على افريقيا كون انها ما يسخونة بزاف يقدروا يكسبيريونسيو فيها الصحراء، يعني تونس حقا بلد جميلة. لكن الان كسرت الحرب الاوكرانية الروسية وايضا قبلها صارت كورونا، بدات مداخيل تونس من السياحة تنخفض وانخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لهذا تونس دخلت في حيط تاع الإفلاس. حاولوا دول يقترحوا عليها تقوم ببعض القروض من صندوق النقد الدولي وأيضا الاتحاد الأوروبي يعطيها قروض، إلى أن تونس رفضت وبالتالي الالتزامات المالية تاعها بدأت ترتفع. نضغط شوفوا هنا الفيديو خاوتي وش راه يقول هذا الخبير السياسي حول هذا الموضوع، دوك نترجم لكم لأنه يتحدث بالإنجليزية. Hi, welcome back to Joe Blogs. In today's episode, I want to talk to you about Tunisia. Tunisia is a country located in northern Africa that's currently going through an economic crisis. Once again, we've got a net importer, a country that is importing more goods than it's exporting and is currently experiencing major problems in currency to be able to buy all of those imports and all. الان خاوتي راه بدا ديجا يتحدث على الازمة الاولى من وجهة نظره علاه تونس راهي داخلة في الافلاس، هي انه تونس تستورد وتستهلك المواد اكثر من راهي تصدر، وايضا تونس في معاملاتها التجارية تعتمد على العملة الاجنبية كثيرا لانه كما قلت لكم تخدم بالسياحة.
Also, it's got a large debt burden that it needs to keep servicing. And if you follow the channel, you'll know that there's a lot of other countries around the world in this exact same situation. And the usual way that these countries avoid collapse is by going to the International Monetary Fund, the IMF. الآن خاطر يقول باللي كل الدول اللي تواجه الإفلاس عادة تتوجه إلى صندوق النقد الدولي وأيضا تسعى للحصول على شكل من أشكال القروض. IMF and seeking some form of bailout facility. And the IMF actually agreed a deal with Tunisia back in October 2022. However, the Tunisian president has rejected that deal. He doesn't want to implement any of the changes that the IMF have asked him to do. تونس هنا حاولت تدير يعني تتبع نهج الجزائر في عدم الاستدانة. لكن أنا نظن خاوتي أنه تونس ملزمش تعاند الجزائر لأنه أولا الجزائر عندها زيرو ديون في حين تونس عندها ديون. وأيضا الجزائر عليه مدرش الاستدانة لأنها قدرت تعتمد على نفسها باش تعاود تقوم على عكس تونس اللي راهي الآن محتاجة الكثير من النقود. فالاستدانة قادر حتى تخرجها من الأزمة. الآن خاوتي راح يتحدث على مشاكل أخرى تسبت في الأزمة لتونس لأنه أنا نقرأ هنا فقط وهي أزمة المهاجرين. شوفوا معي وش قال على هذا الموضوع. During the first part of 2023, there has been a huge surge in the number of migrants leaving Tunisia in an attempt to land in Sicily, which is part of Italy. This chart shows. والآن راي يهدر على الحراقة التونسيين اللي رام يهربوا إلى صقلية ومش يهدر على الحراقة الإفريقيين. There's the total number of migrants arriving in Italy from Tunisia dating back to 20. شوفوا خاوتي هذا المنحنى راح يوريكم عدد المهاجرين التونسيين ولا الحراقة التونسيين اللي هربوا من تونس وراحوا صقلية. وشوفوا هنا فقط تقدروا تعرفوا كيفاش الوضع بدا يسوء واصبح سيء جدا بالنسبة لتونس. لانه في 2022 وصلت للقمة تاعها 30 الف حراق هرب من تونس. والحاجة الخطيرة جدا هو انه شوفوا رانا في سنة 2023 على حسب الشيء تبين هذا المنحنى. ويعني رانا عادة في نص العام وراها قريب توصل 25 الف مهاجر. يعني من حتى نلحقوا لنهاية 2023 راح تفوق 60 الف مهاجر. 2014. You can see that in 2022 a migrant crisis unless urgent aid is provided to Tunisia. إيطاليا كانت غاضبة جدا من تونس لهذا بحثت رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني باش تجي وتلقى حل لتونس باش ما يزيدوش يجوا المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا لأنهم انضروا كثيرا. وإيطاليا انضرت من هذا الأمر وأصبحت تستدعي المساعدات من باقي الدول الأوروبية باش يواجهوا هذا الأمر. لهذا إيطاليا جات لتونس واقترحت عليها بعض الأموال واقترحت تجمع لها بعض الأموال. ولكن تونس كي عرفت باللي الكيان الصهيوني راح يقوم بتمويل من هذا في هذا المجال رفضت تونس كل هذه الأمور. احنا خاوتي درنا هذا الموضوع باش فقط نتحدثوا على واش راهي صارية عند الدولة اللي هي جارتنا تونس ونتمناو انه هذا الأمر لن يحدث. يعني نتمناو أن تونس لن تنهار وتعاود تقوم على رجليها. انتم خاوتي واش تقترحوا؟ زعما لو كان جيتوا في موقف يعني مسؤول سياسي يقدر يغير الأوضاع في تونس واش تبداو ديروا في الأول؟ خبروناكم في التعليقات. كما شفتوا خاوتي خواتاتي رانا شاركنا معكم أبرز عناوين أخبار اليوم. إذا عجبكم هذا الفيديو أرجوكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، هذا راح يدعمنا نصدر حملة السينيال. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.